أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة احترافية باستخدام برنامج وورد بشكل سهل ومتقن بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نتأكد من الحجم A4 ومن اتجاه الورقة راح يكون أفقي. نذهب إلى قائمة تخطيط، ومن ثم طبعا من الحجم نتأكد أن الحجم A4، وراح نختار الاتجاه أفقي. راح نذهب إلى قائمة إدراج حتى نضيف الباك جراوند الخاص بالشهادة، ومن ثم طبعا صورة. راح نضيف هذه الصورة، وطبعا راح نضغط كليك أيمن على الصورة، التفاف النص، وراح نختار خلف النص. راح نكبر الصورة على كبر الورقة بهذه طبعا الطريقة. راح فقط أنه يكون باليمين المحاذات. جيد. الآن راح نضيف المخطوطة الخاصة بالشهادة. طبعا يجب أن نضغط Escape من الكيبورد، ومن ثم إدراج صورة، ونختار هذه الصورة. نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن ثم التفاف النص راح يكون أمام النص. راح نصغر المخطوطة بهذه الطريقة. طبعا راح نضع المخطوطة بالمنتصف تقريبا بهذه المنطقة. الآن من قائمة إدراج مربع نص، وطبعا رسم مربع نص، راح نضيف النص الخاص بالشهادة. الآن راح ننسق النص من خلال الصفحة الرئيسية. طبعا راح نضع حجم معين للنص، وراح نختار فونت وليكن فونت الجزيرة، وطبعا راح نضع الاسم بسطر جديد، وطبعا راح نختار فونت، طبعا راح نختار حجم فونت وليكن 22. فقط الاسم راح يكون بخط اكبر، وطبعا كل النصوص راح تكون بالمنتصف بهذه الطريقة. لا بأس انه يكون النص بهذا الحجم. جيد. الان راح نحدد مربع النص، ومن تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الان راح نختار لون خط للاسم مختلف. طبعا نختار مثلا هذا اللون او الاحمر الغامق، لا بأس، اسم مميز وجيد. الان من قائمة ادراج مربع نص، رسم مربع نص، وطبعا بهذه المنطقة راح نكتب مانح الشهادة. بهذه الطريقة طبعا راح نختار حجم خط 14 بولد، وطبعا توسيط، ولا ننسى من تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. طبعا راح نرفع النص قليلا، وطبعا من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الزخرفة أو الفسفورة الخاصة بالتخرج بهذه الطريقة. طبعا نضغط كليك أيمن من التفاف النص أمام النص، وطبعا نضعها بهذه المنطقة، وطبعا لا بأس أن تكون بالأعلى بهذا الشكل، وطبعا شهادة التخرج تكون إلى اليمين قليلا، وطبعا مربع النص ينزل بالأسفل، والتوقيع يكون بالمنتصف. فقط طبعا راح نستنسخ مربع النص الخاص بالتوقيع من خلال كنترول، نبقى ضاغطين على الكنترول وراح نخليه بهذه المنطقة، ونكتب مؤسسة اللما للتدريب. بهذه الطريقة طبعا نختار لون أبيض، وطبعا لا بأس انه نختار نوع خط مثلا هذا النوع. مثل ما نلاحظ اصبحت عندنا شهادة احترافية وأنيقة بنفس الوقت.